كنت فاجئوا في ظرف أسبوع أربعة ديال المرات كتزاد كتزاد المحروقات. بطبيعة الحال سائق سيارة الأجرة غادي يتضرر من هذه الزيادة لأنه هو اللي كيصرفها من الجيب ديالو. لما أنا كنتكلم عن سيارة قطاع سيارة الأجرة كنتكلم عليه السائق. شكون هو السائق؟ السائق اللي الآن أكثرية كيجهلوها أو ما عارفينهاش هو واحد السفير مغربي، بمعنى أنه أي سائح أجنبي دخل المغرب أول ما كيستقل سيارة أجرة كبيرة كيجيبون من المطار مثلا على سبيل أي وجهة أي مدينة كانت، وداخل المدينة كيستقل واحد الصنف الثاني اللي هو طاكسي صغير. بمعنى إلا كان هذاك سائق سيارة أجرة في إرياحية بعمل جيد بعمل لائق غادي يعطي واحد خدمة جيدة وغيعطي صورة الوطن والبلاد ديالو. إذا هذاك السائق سنكونوا نتعاملوا معاه بشكل جدي ونعطيه الحقوق ديالو. اليوم هذه الوقفه هذه او لا هذا التجمع ديال المحروقات بطبيعة الحال غادي يضرر السائق اللي كتزاد عليه في اليوم الواحد ما يقارب 100 درهم اللي هي 3000 درهم في الشهر. الا كان هذا السائق سياره اجره في المدخول في اليوم ديالو 80 درهم او 100 درهم وصرفها عند مول الغازوال زائده، اذا غيمشي بصفر درهم عند وليداتو. فالإكراهات والمشاكل كيتخبط في قطاع سيارة الأجرة غير عطيتكم غير شيء واحد، محور واحد اللي عطيتكم، لأنه مشاكل كثيرة ما بغيناش نتكلموا فيها دابا لأنه طويل الموضوع. على أين المحور الثاني اللي غنتكلم فيه هو النقل السري اللي كيجوب مدينة الدار البيضاء على مرأة ومسمع من الجميع بما فيهم الداخلية ولا الجهات البيضاء سطات إلى غير ذلك. الكل يعلم هذا النقل، هذا النقل السري اللي كيخدم بدون ترخيص بمقابل مادي، فهو كيدي واحد قسط كبير ديال الخدمة اللي من هي من حق قطاع سيارة الأجرة. لما نتكلم عن النقل السري راه غير ماشي غير النقل السري عبر التطبيقات الحديثة بالهواتف، فكذلك ومثال هو كاين ثنائي العجلات اللي كيجوبوا مدينة الدار البيضاء طولا وعرضا والكل ما كينتبهش ليهم. إذا اليوم حنا كغيرتنا على المواطن كسائقي سيارة الأجرة حنا من حقنا هذا النقل. إذا اليوم نطالب الدولة ونطالب المسؤولين بتحمل المسؤولية، أولا صرف هذيك الصدقة ما غنسميهاش دعم، لأن الدعم شنو هو الدعم؟ الدعم هو اللي كياخذوا أصحاب الأساطيل، أساطيل يعني بمعنى أعالي البحار وما جاءوا إلى غير ذلك. أما حنا هذيك الصدقة كيعطيوها فهي لا تكفي حتى جوج شوافرية اللي كياخذوا 1600 درهم في الشهر، أول ماشي في شهرية كتكون في شهر ونص، بمعنى 800 درهم تقريبا في 25 يوم أو في 24 يوم راه ما كافياش. إذا نطالب بالتسريع هذه الصدقة هذه، وإلا ما كانش تسريع هذه الصدقة هذه اللي كيعطيو اللي كيسموه هما دعم، فاحنا غادي يكون دار وقفة وطنية بجميع أصناف ديال النقل اللي تابع الاتحاد المغربي للشغل. هذا هو المطلب ديالنا، حنا دائما مع البلد ديالنا، عندنا غيرة، ما كنديرش وقفات احتجاجية عبثا أو لا، وإلا إلا كان شي ضرر كيصيبنا فاحنا كنخرجوا كنتكلموا عليه ونطالب ونتمنى أن هاد المسؤولين على هذا القطاع مسؤولين في الحكومة أنه يشوفوا من هذا القطاع ويتسنطوا لنا وتكون جواب ديالهم ويتكلموا على هذا القطاع يحاولوا أنهم يلقاو لي شي حل جذري. حنا الناس راه مضرورين، السائق راه مضرور.